بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي، تغطيات قناة الهنا. الفيديو عن مشترياتي، مشتريات كده، قلت ما اشتري شوية حاجات كده علشان طبعا لزوم المطبخ. طبعا زي ما احنا عارفين المطبخ يعني في حاجات بنغيرها كتير فيه، لا غنى عنها، وادوات مطبخ بتبقى بسيطه صحيح، بس بتبقى لازم منها، يعني لابد منها. وبالنسبه كمان عشان رمضان داخل، كل ما رمضان بيدخل بيقرب علينا بنبتدي بقى ايه بذات المطبخ نقعد نجدد فيه. بص حبايبي، حاجات بجد انا لما شفتها وكده، انا كنت منزله طبعا عنها جولات في القناه، هوريكم بقى مشتريات اللي انا اشتريتها. بصوا انا جبت الطقم الفناجين ده بتاع القهوه، ده فنجانين مع طبقين، بجد شكله تحفه جدا، ده ب5 ريال، شكله جميل. جبت برضو اللي هو طقم البيالة ده 6 كوبايات، 6 كوبايات البيالة للشاي ب5 ريال. جبت كمان، شايفين الكوبايات الشوب دي كوبايات عصير، دي 5 بيسز او 5 حبة ب5 ريال، يا بلاش بجد. يعني الحاجات انا يعني استغربت الحاجات حلوه جدا. في برضو اللي هي الملاحه دي برضو ب5 ريال. جبت بقى شويه الاطباق دي، الطبق دي سيراميك، ده سيراميك، ادي شكله اهو، ده ب5. وجبت كمان ده طاجن، ده برضو ب5. وجبت الطبق اللي هو ايه السلق ده، جميل قوي، بصوا الوان اللي بتطفي فيه، مش عارفه الكاميرا جايباه، ده برضو على 5. وجبت كمان الطبق ده، شايفين الطبق وجماله ده بقى، بصوا زي اللي هو ايه ده سيراميك زجاجي، عامل زي الاركوبال كده، زي الاركوبال، بصوا الحافه بتاعته ذهبي اهي من هنا كده، يعني ممكن تعملي بقى فيه فته، تعملي فيه حاجه، كل واحده حسب متطلباتها. يعني انا قلت بس ايه اوريكم برضو شويه حاجات تانية، نكتب بس الحاجات التانية دي. نشوف بقى ايه اللي في الكيس ده كمان، يا ترى في ايه. شوف كده حاجات بسيطة بس بجد بتبقى مفيدة جدا للمطبخ. طبعا عندهم ادوات تنظيف، بصوا دي الايد بتاعتها ستانلس، في منها الناعم وفي منها الخشن، السجاد او كده، دي على 5 ريال. انا بصوا مش هقول على 5 ريال، بصوا كل حاجة على 5 ريال. جبت برضو اللي هي الصفاية دي. جبت ايه تاني؟ ممكن الجراب يحاول، ودي برضو صفايه، دي برضو كوبايات شوب، دي كوبايات شوب اهي، دي 3، شايفين شكلهم وجمالهم. جبت برضو الاطباق دي اطباق غرف اهم، في من ده على فكره الوان، في منه الاخضر والاصفر والازرق، بس انا عجبني الاحمر ده، واحد حسب ذوقها يعني، كله بيتكسر. جبت برضو الصينيه دي، على فكره دي مش بلاستيك، دي صاج مش بلاستيك، بصوا دي صاج اهي، حجمها على فكره كبير مش صغير اهي، في منها برضو اللون الازرق واللون الاحمر واللون الاصفر. نشوف ايه جبنا تاني، ممكن ده كده على جنب بقى، ده كمان الكيس ده كده، والله ساعات اجيب حاجات يعني وانسى انا جبت ايه، يعني بص انا بفتحها معاكم دلوقتي وافتكر بقى.
اه جبت، بصوا شايفين دي زي وردة كده يعني كزينة يعني. دي بقى اطباق مثلا ممكن تحطي فيها، دي حوالي 6 اطباق، ممكن بس تحطي فيها اي حاجة بقى تستعمليها في اي حاجة اهي. عارفين ممكن تحطوا فيها ايه؟ ممكن تحطي مثلا، تحطيها جنب الحوض، تحطي على صابونة يعني، ليها استعمالات كتير. دول برضو 6 على 5. في اللي هي اللمض بتاعت رمضان دي برضو العلبة على 5، هي تقريبا 3 متر. في برضو القفازات دي كانوا برضو منزلينها للشتاء. شوف برضو دي حاجة زي الحصيرة كده، ممكن مثلا تفرشيها للأكل مثلا أو كده، لو هتحطي أكل على السجادة تفرشيها، دي على فكرة كبير. في على فكرة ألوان منها برضو، دي برضو كل دي كده على 5. جبت برضو طقم الفناجين ده، فناجين قهوة، فنجان القهوة عربي ده برضو كام قطعة؟ 1 2 3 4، دول 5، 5 بـ5. في بقى الشكل ده، في أشكال منه برضو مختلفة، شكل الطاووس ده يمكن تحطيه على الحائط مثلا أو كده يعني كتغيير يعني، ده بيتلزق على الحيطة، ده برضو على 5، في أشكال مختلفة. في بقى اللي هي الشنطة دي، ممكن تحط أوراق مثلا أو حاجات زي كده، حاجات انتي مثلا عايزة تحطيها فيها، دي برضو يا بلاش على 5. جبت ايه كمان بقى، تعالى اوريكم، دي فوط للمطبخ على فكرة ناعمة وحلوة. دول 3 4 5، 5 فوط، 5 فوط على 5. شايفين الخامة؟ الخامة بجد تحفة. دي برضو علشان ممكن ايه تفرشيها، تحطي عليها الاكل او كده اهي، حاجات بسيطة بس يعني مفيدة. الصينية دي برضو تحفة، دي ستانلس حبايبي، هي صح مش تقيلة او بس كويسة يعني ماشي الحال. دي برضو على 5، دي تحطي عليها مثلا الاكل مثلا او كده العشاء اهي. جبنا ايه تاني؟ دي ده ورق برضو حماية للأطباق، ممكن مثلا بتفرشيه بتحطي عليه الأطباق عشان مطرح يعني مثلا بتسقط مية أو كده، أهو تفرشيه مثلا في المطبخ وترصي عليه الأطباق، ترصي عليه حاجات. نشوف كده جبنا تاني ايه من أبو 5 ريال. شايفين الكوبايات دي؟ دي كوبايات شاي صغيرة، دول 5 بيسيس أو 5 قطع برضو على 5. عندهم حاجات صراحة تحفة يعني، تستغربي إن هي بالسعر ده يعني ما شاء الله. جبت بقى إيه، بصوا اللي في اللي هو بتاع المواعين ده، ده حوالي كام قطعة برضو يعني تقريبا، ده 6، ده 6 و3 فري يعني، 6 و3 هدية عليها، 3 مجانا. جبت برضو ليف مواعين تاني، شوف جبنا ايه تاني. شايفين كوبايات الشوب دي؟ دي كوبايات شوب مثلا بتعملي فيها مثلا ايه اللي هو الفروت سلطة، سلطة الفواكه، لان الكوباية ما شاء الله حجمها حلو قوي، فممكن ايه بتاخد تنفع للحاجات دي، عاملة زي بتاعت محلات العصير يعني، لو حوزت ان انت تفتحي محل عصير او كده يمشي الحال. ده رول اللي هو الستريتش لتغليف الاكل، ده رول للديكور، ممكن مثلا تحطيه برواز كده في الحيطه،
شريط كده في النص كمنظر يعني. شايفين المعالق دي؟ دي حوالي 12 معلقة، 12 بيسز، 12 قطعة و12 حبة ب5 ريال. والله يا بلاش، على فكرة خامتهم كمان حلوة يعني، مش بطالة يعني. شوف كده معلقة منهم مع بعض دي للشاي، شايفين شكل المعلقة اهي، برو برو. حلوة، ماشي الحال يعني. يعني بصوا انتوا ممكن يعني بنجيب حاجات مثلا، يعني انا جايبة حاجات من السيف وحاجات يعني بتبقى قيمة وكده، بس في حاجات استعمال يومي ممكن تجيبها من ابو 5 ريال، عشان طبعا الحاجات دي ممكن حاجات بتتكسر، حاجات بتبوظ كده يعني، توفري الحاجات الغالية شوية. جبت برضو الزعافة دي، يعني مثلا تعملي بيها تنظيف تلفزيون اي حاجة كده. دي بقى كل مشترياتي من ابو 5 ريال، كان في طرق التوفير. ان شاء الله باذن الله هبقى اصور لكم واوريكم مشترياتي. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده. كلها حاجات مشتريات طبعا لا يمكن الاستغناء عنها في البيت. اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.